لله الذي وهبنا القرآن العظيم، الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس أجمعين، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا الحسنة محمدا صلوات ربي وتسليمات عليك سيدي يا رسول الله، رضوان الله تبارك وتعالى على صحابتك الكرام أجمعين وللتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بإذن الله وحديثنا بإذن الله جل وعلا من خلال هذه الجمعة الطيبة المباركة يكون عن فضل العلم والمعلم والمتعلم. أحبتي في الله، المولى سبحانه وتعالى قال لنبيه: إذ أردت الزيادة فلتكن في العلم، فقال في كتابه العزيز: وقل رب زدني علما. من هنا أحبتي في الله نعيش من خلال هذه الجمعة الطيبة المباركة مع سيدنا موسى عليه السلام، مع سيدنا الخضر عليه السلام، لنتعرف كيف يكون الحديث بين العالم والمتعلم. أحبتي في الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. إنه سيدنا موسى عليه السلام الذي وقف أمام بني إسرائيل وخطب فيهم خطبة بليغة، فما كان منهم إلا أنهم أعجبوا بهذه الخطبة وبهذا الحديث، فسألوه: هل هناك أعلم منك على وجه الأرض يا موسى؟ فقال: لا. لم يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن قال في نفسه: أنني أعلم أهل الأرض وأعلم أهل زماني. فأرسل المولى جل وعلا جبريل الأمين إلى سيدنا موسى حتى ينكر عليه ما قال، حتى يؤنبه بما قال، فقال له: كيف تقول ذلك؟ إنه على وجه الأرض من هو أعلم منك يا موسى؟ هنا عاتبه سيدنا جبريل فقال: أين هو وأين مكانه يا جبريل؟ فأنزل المولى جل وعلا أن إذا تأخذ معك حوتا أو سمكة كبيرة تضعها في مكتل، يعني تحطها في مكان معين زي ما احنا بنقول كده شنطة كبيرة أو أي شيء، وتذهب بها إلى مكان، ففي هذا المكان إذا عادت الحياة إلى هذا الحوت أو إلى هذه السمكة فستجد من هو أعلم منك في هذا المكان. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أنا مش هسكت إلا إذا وصلت للمكان اللي فيه الراجل ده اللي هو أعلم مني، والمكان بتاعه عند التقاء بحرين، صخرة عند التقاء بحرين يوجد هناك من هو أعلم مني، حتى ولو كلفني ذلك حقبا من الزمان، يعني 80 سنة أو العمر كله، إن أنا أبحث عن هذا الرجل الذي هو أعلم مني حتى أتعلم منه. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. سيدنا موسى خد يوشع ابن نون ابن إفراثيم ابن سيدنا يوسف عليه السلام، وكان الفتى بتاعه، ومشوا مع بعضهم إلى أن وصلوا إلى صخرة معينة، وهذا المكان هو ملتقى خليج العقبة مع خليج السويس عندنا في مصر في البحر الأحمر عند موقع يسمى رأس محمد في شرم الشيخ.
هو ده المكان اللي كان فيه سيدنا الخضر عليه السلام. يبقى فضلوا ماشيين هو والفتى يوشع ابن نون لحد ما وصلوا الى صخره معينه، وعند هذه الصخره نام سيدنا موسى عليه السلام. لما جاءوا اكلوا من هذا الحوت، كلوا نص الشمال كله من اول العين الى وصلوا الى الذيل، كلوا نص الشمال من الحوت كله. وصلوا للمكان ده سيدنا موسى من التعب نام، قال انت كل اللي عليك يا يوشع ان انت هتاخد الحوت ده او السمكه دي او الحوت وتحطه في المكتل ده، وكل مهمتك ان اول ما ترد فيه الروح تقول لي. قال له خلاص ماشي. يبقى فلما بلغ مجمع بينهما، اي مجمع البحرين، وصل للمكان اللي هو فيه المجمع البحرين، المكان اللي هو زي شكل سبع عند البحر الاحمر، وصل للمكان بتاع راس محمد وعاوز يشوف المكان، معرفش، نام. لما نام جاء من النوم، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، هما الاثنين نسوا ان هما ياخدوا السمكه دي معاهم، مشوا على طول بقى. فلما جاوزا سابوا البحر والمكان وسابوا الحوت كمان، قال لفتاه واتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لما مشوا في الصحراء لمده يوم وليله افتكروا انه جاع. لما جاء عليه النهار تاني يوم قال له هات لنا السمك ناكل منها عشان احنا جوعنا فقال له ده في حاجه نسيت اقول لك عليها اتعجبت منها. بعد ما كنا نص السمكه دي نصها بالكامل، فوجئت بان السمكه دي صحيت ومشيت وشقت الطريق بتاعها في الصحراء ودخلت كمان البحر كمان ومشيت دخلت البحر. فمن كتر العجب اللي انا شفته اندهشت نسيت اقول لك خالص. قال لفتاه واتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. نصبا قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت. ده انا نسيت عند الصخره اللي كنا نايمين عندها ان اقول لك على الموضوع بتاع الحوت، ونسيت خالص من العجب اللي انا شفته. قال ذلك ما كنا نبغي، ده اللي احنا عاوزينه. صحي فين؟ قال له عند الصخرة. رجعوا تاني فارتد على آثارهما قصصا، يعني اقتصوا الطريق اللي هم ماشيين فيه عشان ما يلفوش لا شمال ولا يمين ولا يتوهوا، خدوا الطريق على طول لحد ما وصلوا للمكان ده. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. أول ما وصل هناك لقوا واحد نايم على مكان لونه أخضر. أنت مين؟ السلام عليكم. قال له وهل بأرضكم السلام؟ من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى نبي بني إسرائيل. قال من أدراك باسمي؟ قال الذي أدراني باسمك هو الذي أدراك به. اللي قال على اسمك هو اللي قال لك روح المكان الفلاني هتلاقي فلان هناك. طب أنت اسمك إيه؟ قال له أنا الخضر. طب أنت سموك الخضر ليه؟ لأن كل مكان كان يجلس فيه كان يخضر من تحته. فراح له سيدنا موسى يتعامل التلميذ مع أستاذه بأدب باحترام. الطالب بيتعامل بأدب باحترام هيلاقي نفس المعاملة وأحسن منها من الأستاذ. إنما لو الطالب أهله في البيت ما ربهوش خلاص التلميذ الاستاذ هيعمل معاه ايه؟ ضربه منع، اي حاجه كله ممنوع ممنوع ممنوع، كله ممنوع خلاص انت حر يبقى براحتك. يبقى اللي حصل هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ ممكن امشي وراك تعلمني من العلم اللي عندك؟ قال يا موسى ان لديك علم الشريعه، اما انا فلدي علم الحقيقه الذي ليس عندك. انت عندك علم الاحكام والشريعه، لكن انا عندي علم الحقيقه، علم اللدني اللي مش عندك. يبقى في يا موسى اعلم منك، مش اي انسان يقول انا اعلم كل شيء، لا، اللي بيقول اعرف كل شيء فهو لا يعلم اي شيء.
قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، مش هتقدر، لأن العلم اللي عندي صعب عليك، أنت عندك الظاهر بس، لكن أنا بتعامل بالباطن. قال فأن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. اوعى تسألني عن حاجة لحد أنا ما أقول لك. سيدنا موسى عليه السلام قال كلمتين ويا ريته كان كملهم. قال له ستجدني إن شاء الله صابرا، لو قال ولا أعصي لك أمرا وأصبر كان خلص صبر مع الاثنين كان يبقى كويس، لكن قال له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، يا ريته كان قال إن شاء الله، لا عند الحتة دي ما قالش إن شاء الله، ولا أعصي لك أمرا وسكت. لو قال إن شاء الله كان هيكمل معاه للنهاية، ياخد أكثر من 20-30 موقع أو موقف، لكن قال له ولا أعصي لك أمرا وسكت. فانطلق هما الاثنين مشوا مع بعض حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. هما الاثنين مشوا مع بعض ومشوا على سحر البحر الأحمر، لقوا سفينة جاية، ركبوا السفينة، بمجرد ما ركبوها عرفوا الخضر مرضيش ياخدوا منهم حتى أجرة خالص، ركبوا مع بعض وهم في السفينة راح خلع منها لوح خشب كده بالجدوم وراح خلع، قال له ليه عملت كده؟ ما تسيب السفينة ماشية، ده انت كده هو خرقت السفينة، ده كده قال أهل السفينة هيغرقوا، عملت كده ليه؟ قال له أنا مش قلت لك مش هتقدر تصبر؟ أنت مش هتقدر تصبر على اللي أنا هعمله، أصبر شوية. قال له لا تؤاخذني، خلاص سامحني واعذرني، أنا مش هتكلم تاني في الموضوع ده. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك، في الأول قال له ألم أقل إنك لن تستطيع، الوقت قال له ألم أقل لك، بيدي له همزة زيادة هي. لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. مش لقي ولد غلام طبع على الكفر يعني هيبقى كافر، علم لدني لا يعلمه موسى ولا البشر، أعلمه الله للخضر عليه السلام، يبقى قال له مسك الواد بيلعب مع الأولاد يعني كبير يعني تعدى 15-16 سنة كبير، فأصبح فأخذه فضربه بحجر فقتله وقلع رأسه موته. قال له قتلت ليه؟ قتلت ليه؟ ده انت كده ارتكبت لا يعني لا قتلت نفس بنفس ولا ارتكب جريمة عشان تموته. قال له أنا مش قلت لك أنت وبنصحك تاني، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال له خلاص يا عم لو قلت لك على حاجة تاني كل واحد يروح لحاله. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. مشوا نزلوا من السفينة لقوا واد قتلوه بعد كده مشي شوية تاني دخل عند أهل قرية وكلونا احنا جعلين ضيوف، ولا سألوا فيهم ولا سألوا لا في المعلم ولا في المتعلم، القرية كلها مفهومش واحد عنده نخوة يستضيف الاثنين دول. لقي جدار، الجدار ده مايل هيقع، فمسحه بيده فعاد كما كان، مسح الجدار بيده الجدار رجع تاني عديه. قال له ايه؟ قال له خلاص انت قلنا لهم وكلونا ما رضيوش، طب لو انت طب خد على الجدار ده حتى فلوس. قال له بس احنا خلصنا على كده وده فراغ بينه وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. السفينة دي
كان فيه ملك وراءهم يعني قدامهم. كلمة وراء هنا يعني قدام، زي واحد بيقول له ايه ده انت وراك شغل مش هيخلص، يعني قدامك شغل مش هيخلص، ده انت وراك امور عظيمة لسه هتعملها، يعني قدامك حاجات كتيرة. فقال وكان وراءهم ملك، يعني قدامهم ملك كل سفينة مظبوطة متينة ما فيهاش اي عيب ياخدها. السفينة اللي ما فيهاش عيب ياخدها، اللي فيها عيب يسيبها، اي سفينة معيوبة يسيبها. فأنا حبيت أعيب السفينة دي لأن أهل السفينة دي أصحابها مساكين غلابة، عشرة، والعشرة كلهم عندهم أمراض، اللي أعمى واللي مكسح واللي أعرج واللي مشلول واللي واللي، يعني دول مساكين ومحتاجين لها. أنا خلقت اللوح ده عشان المية تدخل جوا السفينة، هم مش هيغرق ولا حاجة، بس تدخل المية تبقى السفينة معيوبة يسيبها الملك ده. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الغلام ده طبع على أنه كافر وكان بيعمل الأخطاء بره، وأبوه وأمه يرجعوا يسألوه يحلف لهم ما عملت يصدقوه، وأول ما تيجي الناس تشتكي يقولوا لا ده ابن صادق وكان قاطع طريق وكان بيعمل أشياء منافية، فطبع على الكفر. سيدنا موسى ما يعرفش إن ده طبع على الكفر. لو قعد وعاش تاني أبوه وأمه هيبقى سبب في كفر أبوه وأمه، يعني دول مؤمنين هيبقى سبب في إن هم كمان يكفروا. وكانت أم الواد ده حامل، فسيدنا الخضر قال له عسى أن ربنا يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، يعني يديله حاجة كويسة، أبوه وأمه يديله غلام أفضل منه مؤمن، وفعلا ربنا اداهم غلام أفضل منه مؤمن وأحسن منه كمان. أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هنا سيدنا الخضر لما ركب السفينة قعد كده، سيدنا جه طائر على السفينة وخد نقطة مية، فسيدنا الخضر بيقول له أتعلم يا موسى ما أخذ هذا الطائر من هذا البحر الجم؟ قال لا أعلم. قال إن علمي وعلمك أمام علم الله مثلما أخذ هذا الطائر النقطة من البحر، فعلمي وعلمك في بحر الله لا يساوي شيء. ادعوا الله في السر وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين. هنا قال له وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. الجدار ده كان الاثنين يتيمة صغيرين، وأهل القرى زي ما انت شفت كده جبارين ما عندهمش كرم لضيف ولا حاجة، والجدار ده لو وجع وهم رجعوا الكنز ده هياخدوه من الطفلين اليتامى دول. وكان أبوهم صالح، مش أبوهم اللي هو أبوهم بقى، ده المفسرين قالوا كان الجد السابع صالحا. فتخيل لو جدك الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو السابع أو العاشر صالح ودعا دعوة، تفضل الدعوة دي موجودة في الأحفاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعني لو أنت من الصالحين ودعيت دعوة ممكن ما استفادش بها ابنك ولا حفيدك ولا حفيد حفيدك، ويستفاد بها يمكن رابع خامس عشر جيل كمان. وكان أبوهما صالحا. في الأول قال له فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، ليه؟ لأنه كان جاكل. هنا قال له فأراد ربك، يبقى نسب الفعل القبيح لنفسه ونسب الفعل الحي القويم القوي لله سبحانه وتعالى. يبقى هنا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. أول ما يبلغ الأشد ويبقوا أقوياء الجدار ده يقع وحديه، وبمجرد ما يقع هيقع قدام الاثنين اليتامى دول ياخدوا الكنز اللي سابه ابوهم. هو ده
اللي أنا علمته لك يا موسى اللي أنا وإنت ما نعرفش عنه حاجة. إنت زعلان يا موسى إن أنا خرقت السفينة وخفت عن أهل هيغرقوا؟ طب إنت كنت فين لما أمك رمتك في التابوت ها وما خفتش عليك أحسن تغرق في البحر؟ إنت يا موسى بتقول إن أنا قتلت غلام وارتكبت شيئا نكرة، فين إنت ما أنكرتش على نفسك ليه لما قتلت غلام من بني إسرائيل؟ إنت يا موسى بتقول لي هنا جدار وما خدتش عليه أجر، أمال لما زجيت لابنتي شعيب ما سألتهمش ليه أجر يا موسى؟ اعلم يا موسى أن العلم الذي لديك هو علمك أنت وعلمي أنا هو علم الله، والله أعلم مني ومنك، فلا تتكبر على الله، وعد إلى قومك مرة أخرى وعلمهم ما علمه الله لك يا موسى. فشوفوا العلم يرفع بلاد ويرفع دول ويرفع ناس، والجهل بيخفض الكل. يبقى نعلم أولادنا وبناتنا ليه؟ لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ده لمين؟ للطالب اللي راح يتعلم. إنما المعلم لا يستغفر له أهل السماوات وأهل الأراضين، حتى الحيتان في البحار، حتى النمل في جحورها لا يستغفر للعالم الذي يعلم الناس الدين والعلم النافع الديني والدنيوي. نخلص ضميرنا لله، كل معلم يخلص ضميره لله علشان يجني الثمرة دي أمام ربنا، لأن في الآخر الكل هيموت ومفيش حد مخلد. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم استر والدينا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم احفظنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم حافظ علينا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم علمنا بما جهلنا، اللهم علمنا بما جهلنا، اللهم ذكرنا بما نسينا، اللهم علمنا التأويل والحكمة يا رب العالمين، وانصرنا على من عادانا، وحافظ على جيشنا وشرطتنا ونيلنا وأرضنا وسمائنا وقيادتنا، وحافظ على مصر يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.